أحمد مظهر سعد الكاتب السوري يكتب أو يكتب لماذا يصر الرئيس تبون الرئيس الجزائري على عودة الأسد للجامعة العربية. معنا عبر سكايب الأستاذ أحمد مظهر سعد حتى نفهم معه لماذا يصر الرئيس الجزائري عن مجيد تبون على عودة نظام بشار الأسد إلى الجامعة العربية. أهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم، كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. مرحبا أستاذ أحمد. إذن قبل أن تجيب وأوردت 5 أسباب تقريبا تدفع عبد المجيد تبون والنظام الجزائري لعودة النظام السوري إلى حضن الجامعة العربية، صح التعبير، يعني انزياحا مما بالعودة إلى حضن الوطن، إلى حضن الجامعة العربية، ولكن قبل ذلك مهدت بسياقات لتدفع عبد المجيد تبون للإصرار على ذلك وممكن حتى لتأجيل القمة، لو توضحها أكثر أستاذ أحمد. يعني الحقيقة بكل تأكيد فإن المطلع على السياسات الخارجية الجزائرية الرسمية، وهنا أريد الفصل بين المهمة أو الصيغة الشعبية بالتعامل مع المشرق العربي والصيغة الرسمية. الصيغة الرسمية تقول بأن هناك علاقات مصلحية نفعية براغماتية بين السياسات الجزائرية تاريخيا أو منذ 20 أو 30 عاما مع الروس ومع الإيرانيين في نفس الوقت. وأذكر أيضا أنا ومطلع كنت متابع أن هناك السفارات أقامتها دمشق وأيضا إيران طهران فقط في المنطقة للصحراء الغربية أو للبوليزاريو، وهذا طبعا بالتأكيد يحفظه النظام الرسمي الجزائري جيدا للسياسات الإيرانية في المنطقة، علاوة على أنه أساسا أيضا السلاح الموجود لدى وترسانة السلاح لدى الجزائريين كانت وما زالت كانت سوفيتية ثم أصبحت روسية، وهناك مناورات تحصل بين الفينة والأخرى بين الجزائر وبين روسيا في منطقة البحر المتوسط. وبالتالي أنا باعتقادي أن ذلك يؤكد على أن السياسات ذاهبة بهذا الاتجاه، وهناك إصرار بكل تأكيد واضح خلال الأشهر الماضية على ولوج النظام القاتل الذي قتل شعبه ما ينوب عن 1 مليون شهيد. وأنا قلت أيضا في كتابتي أن الجزائر هي بلد 1 مليون شهيد صحيح، لكنه استشهد شهداؤهم في مواجهة الاستعمار الفرنسي، أما نحن كسوريون فاستشهدنا في مواجهة الطاغية مواجهة الطغيان الأسدي، أكثر من 1 مليون شهيد مدنيين في سوريا استشهدوا منذ 10 سنوات خلت وحتى الآن، وهو يواجهون بصدورهم العارية هذا النظام الطاغية الذي واجههم بالكيماوة والبراميل وكل أنواع الأسلحة الروسية الحديثة التي جاء الروس ليجربوها على شعبنا السوري. أستاذ أحمد، أشرت إلى مسألة أخرى وهو أيضا الخصم المفترض المشترك الإسلام السياسي، هذا خصم يعني تعاطت معه السلطة في الجزائر فيما سميته بالعشرية الدموية في التسعينات، وأيضا هو الشماعة التي تحمل عليه السلطات في سوريا كل الحراك الثوري في سوريا. نعم، هناك نظرة يعني بكل أسف خاطئة لدى النظام الرسمي الجزائري وبعض النظم العربية وأيضا بعض المثقفين العرب بكل أسف على أن ما حصل في سوريا هو نتاج إرهاب بين قوسين أو إسلام سياسي في أحسن الأحوال، ومن ثم فإن شيطنة الإسلام السياسي في سوريا تعني بالضرورة الذهاب في الطرف الآخر أو المقلب الآخر في مواجهته. يعني لم يروا في سوريا شعبا بات يموت يوميا بلا حرية ولا كرامة إنسانية، وهناك معتقلين بمئات الآلاف في السجون لا يرون ذلك. هذا الشعب ثار فعلا من أجل حريته، وأنا من الذين منذ البداية شاركت في هذه المظاهرات السلمية أكثر من 6 أشهر مظاهرات سلمية، حتى أن النظام هو من جر الناس إلى التسليح والعمل المسلح. باعتقادي لم تكن لا طابع إسلامي ولا طابع ليبرالي ولا قومي، كانت طابع شعبي بكل ما تعنيه الكلمة. هذه المسألة لم يراها السياسة
الجزائري لم تراها كما هي حقيقة، بل ذهبت إلى أنها هي كانت تقاتل الإسلام السياسي في الجزائر، ومن ثم فإن دمشق أيضا اليوم تقاتل الإسلام السياسي بين قوسين الإرهابي كما تسمينه، ومن ثم فمن الضرورة بمكان الوقوف إلى جانب هذا النظام المجرم، نظام بشار الأسد، وجره أو إعادته إلى حضيضة الجامعة العربية. أستاذ أحمد، دعني يعني أقف في زاوية أخرى في التعاطي مع هذا المقال وهذه الفكرة. النظام الجزائري أو الرسمية الجزائرية هي تبحث عن حلفاء، مشكلتها ليست ماذا يقع في سوريا، هي تبحث عن حليف وحليف آمن. سوريا حليف آمن، روسيا حليف آمن، إيران حليف كلاسيكي للجزائر منذ السبعينات، ويعني في آخر الأمر الجزائر ما يهمها ليس ما يقع في سوريا، ما يهمها هي أن تجد لنفسها حلفاء آمنين، وهي التي ترى إسرائيل على حدودها الغربية، وهناك خطر إرهابي يتددها في الجنوب، وأيضا علاقات متوترة مع عدة دول أوروبية. أليس هذا يدفع بالرسمية الجزائرية وبسياسات الجزائر الخارجية بأن تحافظ على مصالحها قبل كل شيء؟ وهذا يمكن أن نسحبه، يعني ما يقع مع الجزائر وتقوم به حتى بعض حركات مقاومة فلسطينية، لماذا لا نلومها ونلوم الجزائر؟ يعني الحقيقة فكرة لم الشمل التي دعا إليها الرئيس الجزائري فكرة خائبة بكل ما تعنيه الكلمة، عندما يتحدث عن عودة نظام بشار الأسد للجامعة العربية من مبدأ لم الشمل، فهو ينسى أو يتناسى تماما أن هناك اتحاد مغاربي تم إيقافه منذ سنوات عديدة، وتم لجمه وإنهاءه كلية، ولا يستطيع اليوم نظام الجزائري أن يفتح حتى سفارة. يعني العلاقات المتوترة دائما مع الجارة المغربية بغض النظر عن السياسة المغربية أو الجزائرية، هذه لا تعني لم شمل. كيف ينسى لم الشمل مع الدول المغاربية وينتقل إلى الحديث عن لم الشمل مع النظام السوري المجرم؟ طبعا بالتأكيد هو يحتاج إلى حلفاء، يحتاج إلى علاقات بالمشرق العربي، نعم بكل تأكيد، لكنه يتكئ أيضا على موضوع الإسلام السياسي وعلى شيطنة الثورة السورية. أنت تعرف أن هناك الكثير ممن لا يعرفون واقع الشعب السوري شيطنوا الثورة السورية واتهموها بالداعشية والنصرة وما شابه ذلك، وهي ليست كذلك على الإطلاق. نحن نعرف تماما أن هذا النظام المجرم هو من أخرج المتطرفين من سجن صدنية والسجون من أجل أن يشيطنوا ويغيروا ملمح الثورة الشعبية السورية التلمية، وليست هي ثورة لا إرهابية ولا داعشية على الإطلاق. هذا النظام الجزائري اليوم نعم يحاول أن يزيد حلفائه، لكن أنا باعتقادي أيضا كل ذلك يجب أن يدركه هو وسواه من الأنظمة العربية، أنه إن لم يكن هناك موافقة حقيقية أمريكية على عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية فلن يكون، حتى لو حاولوا، علما أنه تم التأجيل عدة مرات، صحيح بذريعة الكورونا أولا ثم بذرائع أخرى، لكن الحقيقة تقول أن الخلافات حول عودة النظام للجامعة العربية هي من ساهم في تأجيل القمة العربية أشهرا ثم أشهر ثم أشهر. وقد لا تنعقد الجامعة العربية في آذار القادم إذا استمرت الإصرار الجزائري على أن يكون بشار الأسد، وإذا استمر عديد من الدول العربية، حتى الآن لم يجمع النظام الجزائري أكثر من 9 دول فقط معه في إطار عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، وما زال الأمريكيون والأوروبيون رافضين هذه العودة بدون الولوج بالانتقال السياسي، هذا الانتقال السياسي الذي يلعب فيه هذا النظام وروسيا معه وإيران من أجل ألا يكون. ونعرف ماذا حصل باللجنة الدستورية، 6 دورات متوالية، رحلة الشتاء والصيف متكررة، ولا أي خطوة إيجابية واحدة باتجاه الحل السياسي، لأن هذا النظام ومعه إيران وروسيا لا يريدون حلا سياسيا، يريدون إعادة إنتاج وتعويم نظام بشار الأسد مرة أخرى ليستمر في المقتلة الأسدية بالكيماوي وبالبراميل وبكل أنواع التي مورست ضد حق شعبنا. أشكرك أستاذ أحمد مظهر سعد والكاتب السوري، مقالك لماذا يصر الرئيس تبون على عودة الأسد للجامعة العربية. شكرا أستاذ أحمد.